بجورجيت خير. انت بالعقل ولا شو؟ كيف تحكي قدام ماريو انه المعاشات هون؟ وقت دخلك شو بتحمي السلم بالعرض؟ ماريو شيخ الشباب. والله من امتين انت بتعرفيه لماريو لتعرفي انه من خيرة الشباب؟ صدقيني يا جود، ماريو بجنن، ماريو فنان، والفنان ما بيسرق. والشباب اللي معه كمان فنانين؟ اللي كانوا هونيك ما حدا منهم سمع. بلا سمعوا. لا بلا سمعوا. جود مع القلب. هيدا تقبريني معاشك، وفوقن كمان نص معاش مثل كل سنة على العيد، كرم أخلاق من آل درباس بمناسبة الأعياد المجيدة. معوضين أمي جوج، الله يخلينا إياكي فوق راسنا يا رب. ويخلي لي إياكن ونفرح من ميريام. خلصت، كتبت لمين بدي أجيب الكادويات. هاتي لنشوف. لا مامي ولا بابي ولا خالو وجده لا ام الجوج ولا ابو الصوص، يعني عندي 6 كادويات لازم اجيبهم. اوكي ست جود، طلعي المصريات. ترنس معاش كرم اخلاق الدر باس بمناسبه الاعياد المجيده. يعني بدي اشتري كادويات لكل الناس اللي بحبها. انا هلا بالسوق ما تبهدلين، اذا بقول لك لا على شغلي يعني لا، احنا ما معنا مصاري كثير وعدت نحري دغري بتقتنعي. اوكي اوكي. لوين رايحة؟ اشوف اذا ام الجوج وصلت. ايه روحي شوفي اذا ام الجوج وصلت. بس مام اكيد هلا عم تحط حمرة وتكبر جفافة، ليه ما لا؟ الو، لازم تعود اذا بدي اقول لك وما بترد بضلني دقت ينفجر تليفونك، مشان هيك احسن انك تبقي ترد من اول مره. اهلين اليكو. شو كيف دوما وسقعات دوما؟ انا جاي مشوار طريق بكون عندك. نزلت ليش؟ خبرت سحر كل شيء، كل شيء منيح ما تعطلي. ها نزل دركبي يعني خرجك؟ قلت لك ما تخبره. مشوار طريق بكون عندك، انا جاي. وانا فالي نزل على السوق انا وميريام وجورجيت، بدنا نشتري كادويات العيد. عيال هيك هيك انا فرصه، هلا انا باخذكم وبنقعد نحكي على رواق. لا ما بدي تيجي تاخذنا. يا ربي دخلك طبشتني هيدي. لك يا حني وطي صوت الراديو شوي، حتى انا عم بشتغل بدك تقطعي لي نفسي. طيب كفرك انت حاجة ترقصي. بدك رحيتا؟ ايه بنتي، عندي شي ساعتين رياحة بدي ريح اجري من الصبات شوي. اذا كمانك بيّ